السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأخ عبد الرحمن ذكير على القناة ذكير إنجليش الرقم مصطلح 377 هنا منين غادي نلقاو هاد إي ماجيسكول وهنا هاد لابوستخوف هنا يعني غنرفعو الصوت ديالنا في إس وهادي غنقراوها ري ري, ري. ري. ريسبونسابل 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 دونك ريسبونسابل هي أجيكتيف يعني نعت يوصف واحد الإسم اللي تعني مسؤول مثلا هذا آه المثال فور هوم كوكس هو تيك ريسك اند بريبر فو فوغو فيش ار ريسبونسابل يعني الناس اللي تطيبوا الطباخه آه اللي تي يعني اللي تيطبخوا في الدار هاد و تي ياخذوا الخطر باش يوجدو هاد النوع الخطير ديال السمك اللي قلنا فيه سم في القصه الى بغيتو تشوفو تعلم لغه الانجليزيه طريق القصص الحقيقيه يعني هاد فوغو فيش يعني الناس ياخذو عليه الرخصه باش تاتي دوزو بحال واحد البيرمي باش يي يوجدوه دونك الناس اللي تيوجدوه في الدار tiaخذو خطر باش يوجدوه يعني هما تيتحملو المسؤوليه ديالهم ا ريسبونسابل اودومايا فور هوم كوكس تو تيك ا ريسك ان بريبر فوغو فيش ار ريسبونسابل For home cooks who take a risk and prepare forgo fish are responsible. For home cooks who take a risk and prepare forgo fish are responsible. For home cooks who take a risk and prepare forgo fish are responsible. دونك هذا هو المعنى الى ان نلتقي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.